شكرا دكتور. يقال في الشارع المصري حضرتك مرشح رئاسه الجمهوريه محتمل يشاف في الشارع المصري. احنا دلوقتي احنا الواحد مشغول بان مصر ان شاء الله باذن الله تطلع من الحاله اللي هي يعني الحاله انا بعتبرها طبيعيه في الظروف اللي زي دي بعد الثورات. فالواحد ما بيفكرش في اي حاجه غير ان مصر تقوم على رجليها تاني ان شاء الله. اتفضل. صحفي بجريدة أهم الأخبار المصرية ومن سنة 70 في الغردقة هنا، وطبعا في عدد المحافظين حضرتهم في الفترة دي كلها، وكان طبعا رأسهم السيد المحافظ محمود عاصم حاليا اللي ماسك المحافظة، من شخصياته المحترمة، وهو بيدي في البلد فعلا باهتمام عالي وحاسس بظروف الشباب في البلد. حضرتك أتمنى من الله سبحانه وتعالى ومعاليك ودكتور اللواء محمود عاصم أن يكون في عين المراعاة لأبناء المحافظة على اساس ان هم عانوا كتير قوي من الظروف اللي كانت سابقه في النظام السابق، وبيتمنوا من القائمين على الاعمال الحاليه بالدوله انه يكونوا ينظروا ليهم لنظره اهتمام، بما احنا بنتكلم طبعا بصفه التعدين ومناجم الغردقه ومناجم مصر بصفه عامه. فأتمنى من معاليك انك يعني تنظر لشباب محافظه البحر الاحمر وشباب مصر طبعا اكيد كلهم، ولكن اولويه لابناء المحافظه. وطبعا انا سعدت بمعرفه حضرتك وانت رئيس وزراء، فده شيء يشرفني ويشرف كل شباب مصر وثوره 25 يناير، واشكر معاليك ان شاء الله. شكرا.